بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من الدور الرقابي لوزارة البيئة بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009، ولتوضيح ما يواجهه المواطنين في محافظة بغداد بخصوص الانبعاثات الغازية الضارة والروائح الكريهة، تود وزارة البيئة إيضاح ما يلي. أولا، أن ارتفاع مؤشرات تلوث الهواء في مدينة بغداد لها مسببات وبؤر التلوث المرصودة في حدود المحافظة من قبل فرقنا الرقابية المنتشرة ميدانيا، والتقارير والبلاغات التي تصدر عن هذه الوزارة تتمثل هذه البؤر بما يلي: أولا، محطات توليد الطاقة الكهربائية والتي تستخدم الوقود الثقيل النفط الأسود، مثل محطة توليد الكهرباء في الدورة ومعامل الإسفلت المؤكسد وغير المؤكسد ومعامل الطابوق المنتشرة في حزام وضواحي بغداد، بالإضافة إلى مواقع تراكم النفايات ومواقع الطمر الغير صحي، خصوصا موقع معسكر الرشيد ومواقع النهروان والنباعي والتاجي، بالإضافة إلى ما تتعرض له من حرق عشوائي خصوصا أثناء الليل، بالإضافة إلى كور الصهر الغير قانونية والتي تنتشر بين الأحياء السكنية والتي يصاحبها انبعاثات غازية ضارة، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود ظواهر طقسية في هذه الأثناء والمتمثلة بتغير درجات الحرارة وتغير اتجاهات الرياح وازدياد معدلات الرطوبة، مع اعتبار تراكم مثل هذه الانبعاثات الضارة والتي تظهر على شكل ضباب أو غيوم تحتوي على ازدياد في تراكيز الغازات الضارة، ومنها ثاني أكسيد الكبريت وغازات الميثان وغير الميثان مع تداعياتها الصحية المتوقعة. إن وزارة البيئة ومن خلال عملها الميداني ومن خلال خلية الأزمة التي تم تشكيلها منذ ظهور هذه الظاهرة، قد اتخذت الآن وسابقا إجراءات عقابية على كل هذه الأنشطة الملوثة، وبهذا ندعو كافة الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ أقصى الإجراءات العاجلة والضرورية من أجل خفض الانبعاثات وإيقاف مصادرها، ونشير إلى توجيه دولة السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الموضوع ومعرفة الأسباب واقتراح الحلول، على أن تنجز أعمالها خلال يومين ترفع إلى أنظار دولة السيد رئيس مجلس الوزراء. تود وزارة البيئة الإشارة إلى أن ما يتم تداوله من صور وخرائط جوية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعتمد على الصور الفضائية قد لا يعكس بالضرورة دقة مستويات وتراكيز التلوث على الأرض، حيث أن الصور الفضائية توفر رؤية عامة على مساحات واسعة، ولكنها لا تقدم بيانات دقيقة حول تراكيز الملوثات في الهواء على مستوى الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.